عقد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية عدة اجتماعات على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اجتمع معاليه مع فخامة السيدة كريستي كاليولايد رئيسة جمهورية أستونيا. وأكد اهتمام مملكة البحرين بتوطيد علاقات البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين، فضلا عن التنسيق في المحافل الدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.